السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة القضاء على جميع أنواع حشرات الحمام. القضاء على جميع حشرات الحمام. معانا كل شيء النهاردة إن شاء الله هتقضي بيه على الحمام، وأكتر من طريقة. لو أنت بتخاف من طريقة هنقول لك على طريقة تانية، لكن ان شاء الله كل الطرق اللي احنا هنعملها آمنة ومجربة. انا ما بعملش فيديو الا ما بجرب على نفسي او على الحمام بتاعي. طيب، لو عندك في جسم الحمام فاش او سوسة الريش او ذبابة الحمام، دول الثلاث حاجات اللي بيجوا في جسم الحمام، تمام؟ الثلاثة دول معانا. وفي لو في سوس في الارضيه، السوس اللي بيبقى في الارض او في فرشه الحمام، او برضو في فش برضو موجود معانا. لو في صراصير في المكان برضو موجود معانا العلاج بتاعها. اي شيء هتلاقيه موجود في العلاج بتاعه، تمام كده؟ يبقى نبدأ على طول الموضوع. طبعا كلكم عارفين اكستومسرين وإفريزين، الاثنين دول ما كانوا مشحين في الفترة اللي فاتت، لكن الحمد لله الاثنين موجودين دلوقتي. انا جايب الاثنين، انا عملت كتير بالإفريزين، والمرة دي هستخدم اكتومسرين اللي لقيته اخيرا ما كانش موجود، اللي هو اكتومسرين 5%، وده برضو إفريزين تقريبا برضو كم 1%. فهو النهاردة اكتومسرين اهو 5% اللي هنستخدمه النهاردة. طيب، لو انت مربي في سلكات او هترش الزغليل، عايز الزغليل فيها الحشرات دي، انا جبت دي ازازة كحول فاضية، حطيت فيها 10 سنتي من اكتومسرين وكملتها بالمية، وهنرش بيها الزغليل. هنجيب زغلول ونرشه مع بعض. طيب، ده الزغلول اللي احنا جبنا الزغلول اهو، هنرشه مع بعض. ازاي هترش الجسم؟ هتخبي راس الزغلول كده وترش. لو انت بتخاف ما تخافش، هو امن حتى لو جه عليه، حتى لو حميت في الحمام وغطسته وترفع الجناحات كده، حتى لو غطست كل الزغلول فيه كده ان شاء الله ما عادش هيبقى فيه اي حشرات، ولا سوسة ولا سوسة الريش ولا ذبابة الحمام ولا الفاش. دول الثلاثة اللي بيبقوا في ريش الحمام، سواء زغليل او حمام كبير تكون انت حبسه. لو مش عايز، لو ما انتش عاوز تقعد ترش فرد بفرد كده وانت مربي جماعي زي حالاتي، هقول لك على الطريقة الاسهل. انا بستخدم دايما للحمام الجماعي الاستحمام في الاناء الكبير ده، ومعايا اهو المية. نحط المية، تمام اهو المية. ده بياخد حوالي 30 لتر مية. لسه انا هكمله شوية، بس على بال ما اكمل المية هقول لك بنحط فيها قد ايه. ده لاستحمام الحمام جماعي، امن حتى لو الحمام شرب منه اكتوموسرين او افريزين. يا جماعة ده كل ده استناني، لان كل ده واحنا بنقضي بس على الحشرات اللي في ريش الحمام، تمام؟ هنفتح الازازة واقول لك لو انت اول مرة تستخدمه تعمل ايه، ولو انت بتستخدمه كل شهر تعمل ايه. لو انت اول مرة بتستخدمه فما فيش منه مشكلة، سواء اكتوموسرين او افريزين. هي الازازة كده طالعة كده، الورقة مش ملزوقة عليها، لكن انا لسه شاريها دلوقتي. لو انت اول مرة بتحط نص الازازة دي، نصها، خد بالك هي جايه ناقصه كده، هي مش مليانه، فانت اقسم الكميه اللي موجوده اهو، نحط نصها لو اول مره. لو بتستخدمه مثلا بصفه دوريه كل شهر او كل اسبوع حتى، فكفايه غطا. لو انت بتستخدمه على طول فكفايه غطا، لكن لو انت في حشرات ومأول مره تعرف الدواء ده للاستحمام الحمام، حط نص الازازة. فانا حطيت نص الازازة، برضو الحمام هينزل فيها يستحمى، ولو حتى شرب منها ما تقلقش، انا مجربه سواء افريزين او اكتومسرين. يبقى كده ده لاستحمام الحمام. هنكمل. الـ30 لتر المية بتوعنا
الإناء علشان أكبر قدر يطول الحمام. أنا عايز الحمام يغطس في المية ما يفضلش إلا دماغه. فهو هتشوف الحمام دلوقتي وهو بينزل يستحمى فيها، لما نخلص كده الحمام هيتطمن وهينزل وهيبقى مبسوط جدا بالاستحمام. طيب على بال ما الحمام يستحمى هنشوف نعمل ايه. دي ممكن تسيبها يوم او اتنين قبل ما انسى، ممكن تسيبها يوم او اتنين على حسب ما تسيب الحمام يستحمى فيها. لقيت الحمام ما عادش بينزل خلاص، ما انت شيلها وكبها خلاص، او ممكن ترش بها المكان، ترش بها الحيطان، يعني لو انت مستخسر ترميها. طيب لو انت عايز تطهر كمان المكان الغية كلها وعايز ترش المكان العشة كلها او الغية بتاعتك كلها فيها حشرات، فانت ده اسمه نصر الاسيون. ده نصر الاسيون ده امن، انا مجربه. بنحط من ده، هي انا معايا البخاخة دي بتاخد 2 لتر، بحط عليها 5 إلى 10 سنتي، فشوف لغاية ايه، من 5 إلى 10 سنتي البخاخة اهي، فانا مجهزها من 5 لـ10 سنتي وبرش بيها المكان كله. طب كده بقينا معانا حاجتين. طب في لو في في الطاجن، لو انت بتفرش قش للزغاليل كده خلاص استحمام الحمام. الحمام اهو نزل يستحمى، بسم الله ما شاء الله الحمام اهو نزل يستحمى. فالناس اللي بيقول الحمام ما بينزلش، لا بس انت سيب له المية واناء كبير، الحمام بيحب جدا الاستحمام في الصيف وفي الشتاء يا جماعة. تمام، يبقى كده الحاجتين اللي هي دي ورش المكان. هنبدأ نرش المكان بالبخاخة بتاعتنا اهو، هترش رش غسيل وترش الحيطان، ولو جه على الحمام ما تخافش، زي ما قلت لك ان هو امن انا برش كله اهو، شايف؟ هتغسل المكان، تغسل كل شيء كده، مش هتخلي، وحتى الحيطان. عشان ما نضيعش وقت الفيديو نشوف كمان هنعمل ايه تاني. معانا كمان للفرشة وللصراصير، هتفرش منه للصراصير اللي هي السوس اللي بيجي في الفرشة بتاعت الطاجن، او لو بتفرش قش زي ما انا بفرش قش، انا بحب افرش قش، لكن هقول لك بعمل ايه. ده اسمه ملاسيد، ملاسيد 5% مسحوق تعفير، اسمه كده، هو مسحوق تعفير. طيب استخدامه ازاي او بستخدمه في ايه مسحوق التعفير؟ انا بعبي في البخاخة دي، دي بخاخة بودرة يا جماعة، بضرة. هقول لك برضو اجيب كرتونة كده من اللي انا بالزغليل فيها او الحمام بيبيض فيها، وهوريك بنعمل فيها ازاي. دي كرتونة الحمام اهو مطلع فيها، وانا عايز اغير للزغليل دي الفرشة علشان ما يجيش فيها حشرات. فقبل ما اغيرها، فلنفرض ان انا نضفت، فطبعا مش هشيل دلوقتي، هبقى اشيل بعدين، بس هوري لك ازاي بعمل ايه. اعتبر ان انا نضفت الايه الفرشة، وقبل ما احط القش، انا معايا قشاية اهو، قبل ما احطها خلاص، قبل ما احطها فاجيب البودرة بتاعتنا. ادي البدارة اللي انا بعمل بها، وهرش كده تحت القشاية، خلاص كده عمرها ما هيجي فيها حشرات ولا فاش ولا سوس. ونحرح حاطين القشاية، ونحط بقى فوقها الزغاليل. لكن طبعا انت مش متغير الا للزغاليل، لكن لو بيض ما انتش هتغير الا اذا كنت بتفرش قبل ما يبيضهم، لو بيض ما تجيش جنبه ولا تغيره. يبقى كده غيرنا للزغاليل، وبكده ان شاء الله مش هيبقى عندك اي حشرات. بعد الفيديو ده مش هيبقى في اي حشرات. الحشرات يا جماعة هي السبب اللي بينقل الامراض، وخاصة في الصيف مرض الجدري. الجدري بيتنقل عن طريق الحشرات. نظف للحمام ورش واعمل الحاجات اللي انا قلتها، ان شاء الله يكون الصيف ده من غير جدري، الزغاليل تكون نظيفة، ويكون الخير للجميع ان شاء الله. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.